في اللحظة التي كانت تبدو فيها وجهة المستقبل اليمني ماضية باتجاه أحد مشروعين التوريث أو الإمامة، جاءت فبراير، ومنذ تلك اللحظة لا تزال تواجههما معا. قبل فبراير كان مشروع التوريث قد أصبح جاهزا للتطبيق، فيما كان مشروع الإمامة ينمو بشكل مطرد من أطراف صعدة في العام 2004 إلى تخوم صنعاء قبل الثورة بأشهر، وكان لابد أن ينتصر أحد المشروعين في نهاية الأمر، لكن فبراير جاءت في اللحظة المناسبة. أسقطت الثورة مشروع التوريث، فيما بقي مشروع الإمامة متعلقا بأستار الثورة حتى انكشافه في وقت لاحق. عاد المشروعان مؤتلفين هذه المرة، نظرا لتشابه بنيتهما ونية كل طرف منهما استغلال الطرف الآخر إلى أن تحين لحظة الاستئثار بالسلطة والحكم منفردا. فشلت مؤسسات الدولة وأجهزتها في مواجهة الثورة المضادة، بل كانت جزءا رئيسيا فيها بحكم سيطرة المخلوع عليها. وهنا وجدت الثورة نفسها مرة أخرى في مواجهة المشاريع الخطرة واستكمال مشروعها الذي كادت تعوقه المرحلة الانتقالية. ومنذ تلك اللحظة كانت ثورة فبراير هي العمود الصلب الذي تحطمت عليه أحلام الانقلابيين. منذ اللحظة الأولى وعقب سقوط العاصمة صنعاء كانت طلائع الثورة تخرج للشارع لمناهضة الثورة المضادة سلميا، غير أن ذلك لم يلبث إلا قليلا بعد أن تمددت الميليشيا إلى كل اليمن حاملة معها مشروعها المميت. وجد شباب الثورة أنفسهم مرغمين على الذهاب في طريق مختلف عن ذلك الخيار الذي انتهجوه في ثورتهم. لم يعد للسلمية مكان في مواجهة ميليشيا العنف، كان العمل العسكري هو الخيار الوحيد وكانوا في طليعته. مهما كانت الاستهدافات إن رصاصاتهم تتوجه إلى صدورنا. لا يتعلق الأمر فقط بتصدر شباب الثورة للعمل المقاوم، بل إن فعل المقاومة من أساسه يعود إلى ما انتجته ثورة فبراير في الروح اليمنية، وبدونها كان سيبقى اليمنيون عاجزين عن مواجهة أي من المشروعين. إن شعباً خرج لتوه من ثورة رفعت سقف مطالبه إلى درجة غير مسبوقة، لم يكن ليقبل أي محاولة للعودة إلى ما قبلها بيوم، فكيف إذا ما تعلق الأمر بهذه الارتدادة التي تهدد جمهوريته ووجوده الحضاري؟ وتلك هي كلمة السر التي جعلت من أحلام الثورة المضادة تبقى هشة ومستحيلة التطبيق مهما امتلكت من عوامل القوة والتفوق اللحظي.